في ناس كتير بتقف عند الحتة دي، انا ما عنديش معدات علشان ابدأ اعمل يوتيوب تشانل، ما عنديش اي معدات ولا معايا فلوس عشان اعمل قناة على اليوتيوب. انا عايز اقولك ان انت مش لازم يبقى معاك فلوس، مش لازم يبقى معاك معدات كاملة علشان تبدأ تعمل قناة يوتيوب. ابدأ بالمتاح اللي معاك، ممكن تبدأ بيه وتطلع بيه شغل عالي جدا، وبعد كده تبدأ تستثمر وتطور من المعدات اللي انت بتستخدمها زي ما كلنا عملنا. انا بدأت من يعني في 2018 بموبايل مش عارف اسمه HTC 720، الكاميرا الامامية بتاعته 5 ميجا بكسل والخلفية مش عارف 8 ولا 13، بس كانت في الضياع، ولكن اهتميت بالاضاءة فبدأت تطلع معايا جودة صورة كويسة. وبعد كده جبت الموبايل دوت، موبايل من الفئة المتوسطة A50، تقدر تصور بيه برضو، اي موبايل تقدر تصور بيه وتطلع بيه جودة كويسة. لو فكرت في الكاميرات هتروح مثلا تشتري كاميرا زي D400، كانون D400، ولكن ضعيفة جدا، الموبايل ده احسن منها. تمام؟ طيب هتقول لي يا عم ايمن انا معايا فلوس شوية فترشح لي كاميرات ايه؟ انت ممكن تجيب كاميرا D200، الكاميرا دي كويسة جدا وبتصور بجودة فول اتش دي ومحترمة جدا. معاك فلوس اعلى شوية ممكن تجيب D250، كانون D250 دي بتصور بجودة الـ4K. تمام؟ وفي ما يقابلها او في كاميرا بقى اللي هي الميرورليس، كاميرا M50. تمام؟ الكاميرا دي اللي انا بصور بيها دلوقتي كاميرا ممتازة برضو بتصور بجودة الـ4K، ولكن انا ما بستخدمش الـ4K يعني تخيل. ولكن الكاميرا دي جبتها بعد 3 سنين من وجودي على اليوتيوب، وكنت بصور بالموبايل طول الفترة اللي فاتت دي، ولكن اهتميت بالاضاءة، وده اللي هيجيبنا بقى للحاجة التانية. انت بعد الموبايل اللي موجود معاك already هتحتاج ايه؟ هتحتاج اضاءة. طب الاضاءة دي مكلفة؟ ممكن تكون مش مكلفة، او ممكن يكون تكلفتها بسيطة مش مكلفة زي عم ايمن. ممكن تستخدم اضاءة ربنا، تصور بالنهار جنب شباك كده وتبدأ تصور، هيطلع معاك احلى اضاءة. وفي فيديوهات انا صورتها فوق السطوح، كورس بداية كورس سيول يوتيوب كنت بصوره فوق السطوح، وما شاء الله الناس يعني كانت معجبة بالتصوير وكان بالموبايل. فانت ممكن تصور بالاضاءة دي، او ممكن تجيب حاجة اسمها رينج لايت زي انت شايفه ده لو انت بتقعد قدام الكاميرا قريب من الكاميرا وبتبدأ محتواك ان انت تتكلم قدام الكاميرا كتير، ممكن تجيب الرينج لايت ده معاك لحد 2000 و3000 جنيه الرينج لايت. او ممكن تجيب سوفت بوكس او 2 سوفت بوكس، انا كنت جايب 2 من شركة جنرال، فده بالنسبة للاضاءة. ولكن انا برضو ما بدأتش بالاضاءة دي، انا كنت عامل صندوق كرتون، والصندوق دوت كنت حاطط فيه لمبة او لمبتين، كان عندي حامل قديم كده، الحامل اللي هو بتاع المصاحف ده، ولكن يعني كان بايظ، فحطيت عليه الصندوق اللي هو انا بفتخر بيه لحد دلوقتي ولسه موجود معايا لحد دلوقتي، وكان بيديني اضاءة محترمة واضاءة ممتازة، يعني لمبتين كده جوه علبة كرتون، وحاطط قماشة بيضة كده علشان تكسر حدة الاضاءة، وكانت الدنيا فل. فانت اهتم قوي بالاضاءة، لو عندك كاميرا ب 250 الف جنيه ومش مهتم بالاضاءة هتطلع صورة وحشة جدا، وصورة يعني الناس هتتخيل ان انت بتصور بموبايل 3310 ده لو في كاميرا يعني. تمام؟ طيب الحاجة اللي هنحتاجها بعد كده المايك. الناس ممكن تتغاضى عن الصورة، يعني الصورة لو تعبانة شوية الناس ممكن تعديها، لكن الصوت لو مزعج او الصوت مش كويس او في ضوضاء او في نويز، فالناس هتبدأ تخرج من الفيديو خروج مبكر ومش هتكمل الفيديو بتاعك. في مايك، المايك دوت انا يعني بستخدمه دلوقتي اسمه بويا M1، دي الكرتونة بتاعت المايك. المايك ده محترم جدا، ممكن تحطه تحت اللبس بتاعك كده، ومعاه سلك طويل تقريبا السلك ده 5 متر ولا 10 متر. المهم المايك ده رخيص جدا تقدر تعتمد عليه، والمايك ده من ساعة ما فتحت قناة اليوتيوب هو معايا لحد دلوقتي. وفي مايك تاني، المايك ده اللي هو بويا M1، ممكن تحطه في ستاند كده فوق، وممكن تحطه بقى فوق الكاميرا نفسها. رابع حاجة بقى تحتاجها الترايبود او حامل الكاميرا او حامل الموبايل، يعني انا جايب الترايبود اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ب 150 جنيه ينفع للموبايل، بتحط له كده قطعة اسمها حامل الموبايل بحوالي 15 جنيه او 20 جنيه دي شكلها، او ممكن تحط عليه الكاميرا بشكل مباشر زي ما حضراتكم شايفين. جبت واحد كبير كان بحوالي 300 جنيه،
يعني بستخدمه مثلا لو انا بصور وانا واقف ولا حاجه، وده نادرا ما بستخدمه. فانت ممكن تجيب الترايبود الصغير ده، وده مهم جدا علشان تثبت عليه الموبايل بتاعك، سواء بقى قناه طبخ، سواء قناه شروحات، ايا كان. طيب الحاجه اللي هتحتاجها بعد كده، لو انت بقى بتعمل قناه شروحات زي حالاتي، او انت بتظهر بقى بتحكي قصص تاريخيه، او ايا كان محتواك فيه ظهور، ولسه ما عندكش الامكانيات اللي انت تعمل استوديو كويس، فانت هتحتاج حاجه اسمها جرين سكرين، كرومه خضراء، يعني قماشه خضراء كده تبقى وراك زي اللي انت شايفينها قدامكم دي، ومن خلال المونتاج بتبدا تشيلها وتحط اي صوره انت عايزها، صوره بقى استوديو، صوره بحر، صوره مكتب، اي صوره انت عايزها بتبدا تحطها خلفيه، ودي كانها الاستوديو بتاعك. او لو انت بتعمل شرح على الكمبيوتر مثلا، ممكن تشيل الخلفيه وتحط نفسك كده في جزء جنب الشاشه زي ما احنا بنعمل. طب الكرومه دي تعملها ازاي؟ ممكن انت تشتري قماشه خضراء زي اللي انا عاملها كده، وبقى مخيطهم في بعض وحاططها نظام ستاره كده، ولكن لازم تبقى مشدوده قوي، ولازم تبقى الاضاءه كويسه علشان تطلع معاك عزل كويس. او ممكن يكون عندك حيطه تدهنها بالاخضر كده، تمام، يبقى دي الكرومه الخضراء بتاعتك. او ممكن تشتريها من على موقع امازون، ممكن يعني اسعارها تبدا من 150 جنيه على حسب بقى الخامه وعلى حسب الامكانيات بتاعتها، لحد 1000 جنيه كمان. الحاجه المهمه جدا بقى اللي لا غنى عنها لاي صاحب قناه يوتيوب، سواء بيظهر على القناه او مش بيظهر، يعني الحاجات دي كلها للناس اللي بتظهر، ممكن واحد ما بيظهرش ما يحتاجش نص الحاجات اللي احنا قلناها دي، ولكن لو انت عندك قناه يوتيوب لازم برامج مونتاج تشتغل بيها، سواء بالموبايل او الكمبيوتر. لو انت بالموبايل انا برشح لك برنامج في ان، البرنامج ده مجانا بدون علامه مائيه وسهل وبسيط جدا. هتقول لي يعني ايه اصلا برنامج مونتاج؟ انا دلوقتي بتكلم قدامكم بقالي مثلا 7 8 دقائق او 10 دقائق، انا دلوقتي قدامي على الكاميرا بقالي حوالي 12 دقيقه بتكلم، ولكن ممكن انت تشوف ان احنا في الدقيقه 7 او 8. طب ليه؟ لان في اخطاء انا وقعت فيها وانا بشرح الفيديو او بتكلم قدامكم، فالاخطاء دي بقطعها ببرامج المونتاج، بعمل قط كده وببدا الحم المقاطع جنب بعضها، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت عايز تحط صوره، عايز تحط لوجو، عايز تحط العلامه بتاعت السبسكرايب بقى اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، عايز تشيل الكرومه الخضراء، عايز تسرع الفيديو شويه، عايز تحط مقاطع بيرول للمقاطع اللي احنا بنستعين بيها في الفيديوهات بتاعتنا دايما زي المقطع اللي قدامكم ده، لولا برنامج المونتاج مش هقدر اضيفه جوه الفيديو بتاعي، فانت كده لازم تحتاج برنامج مونتاج. فدي الادوات اللي انت هتستخدمها او اللي انت هتحتاجها علشان تبدا قناه يوتيوب ناجحه. وتذكر اللي انا بقول لك من بدايه الفيديو وباكد عليك لحد دلوقتي، ابدا بالمتاح معاك، اهم حاجه البدايه، لازم تبدا.